بيت الطب بقالي 3 سنين فلسه قدامي سنتين وبعد كده هعمل ويمنز ايميجينج. ده هيبقى التخصص ان شاء الله. تصوير المرأة ان شاء الله. تمام. في الجزئية اللي هي في تصوير المرأة اشعة الجهاز الهضمي والبولي التناسلي للجسم اللي هو البادي اسمها ايه جاسترون، طبعا هي مصطلح طبي، فاللي هي دي يا دكتور اللي هو ده بالعربي اشعة الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي دي. دي بتبقى التخصص ده للسيدات بيفرق عن الرجال ولا هي بتبقى واحد؟ هو بيبقى واحد، بس هو الجهاز البولي او الجهاز التناسلي ده في الرجل غير المرأة مش كده؟ انا لا طب قولوا لي الجهاز البولي التناسلي ده اسمه ايه بقى؟ البادي جاس مش عارف ايه دي ده اند سوري. طيب على اي الاحوال يعني اليورونا ها كمل ها. طيب خلاص هنبقى هنعمل فصل ونتكلم الحاجات دي. طيب هي الابحاث العلميه بتاعتك في امريكا عملتي فعلا ابحاث دلوقتي ولا لسه؟ ريسيرش دي يا طبعا طبعا كلمينا عنها يعني. اول حاجه عملتها عملت ريسيرش عن بريست كانسر سبيسيفيك كايند اسمه دكتور كارسينوما ان سيتو وشكله بالام ار اي النيو ام ار اي وفيها ماجنت اكبر من the usual ام ار اي. فعملت presentation on that for one of the big radiology conferences عندنا. طب ده بيبقى نوعية الابحاث دي بتبقي حضرتك لوحدك ولا بيبقى في تيم؟ لا طبعا في تيم. في تيم قد ايه يعني؟ مين اللي اشتغل معاكي؟ اثنين زي في الريزيدنسي وواحد دكتور يعني بيعلمنا في المستشفى. تمام. طيب احنا معانا بعض الصور خدناها كده من البوماتك فعايزين يعني هنفكرك بيها وتقولي لنا ايه ده عباره عن ايه الصوره دي. اوكي سو اوكي التكنولوجيا الجديدة بيخلينا نعمل 3D reconstructions وده بيخلينا نشوف يعني ممكن ناخد الصور دول ونلفهم في اي انجل عشان نشوف اللي احنا عايزين نشوفهم. radiology كان من زمان just cross sectional imaging يعني نكات هنا ونشوف just a cut just like that size. يعني ده ال 3 dimension exactly. يعني ده ال 3 ثلاثية الابعاد. ده بيسهل العلاج؟ طبعا كتير. تمام. طب ورونا اللي بعدها. دي ايه الصورة دي؟ يعني this 3D reconstruction ممكن نشوف اللي احنا عايزين نشوفها. لو عايزين نشوف the vessels ممكن نعملها ده هنا بنشوف vessels وكمان شايفين ده ايه ده3D reconstruction. لا ده انهي organ في الجسم؟ we see the kidneys on both sides there. ده الكلى. الكلى وايه كمان؟ some blood vessels والاوعية الدموية الشرايين. يعني دي كلى والاوعية الدموية. طب الصورة دي فيها مرض او لا؟ دي نورمال. دي نورمال. اوكي ورينا اللي بعدها كده. ده ايه ده؟ وده كمان 3D reconstruction بيسهل بيخلي الواحد يشوف like هنا we see a fracture at the distal part of the tibia فده بيسهل الواحد يشوف دي كسور عظام يعني في القدم في الرجل you know في كسر.
وده كمان ممكن في البرين لما بيبقى في انيوريزم اون لافت يا شايفين انيوريزم كبيره. وبعد ما حطوا الراديولوجيست حطوا كويلز دلوقتي ما فيش كونتراست فيلينج ذا انيوريزم ساك فبنعمل كده بنحط كويلز عشان انيوريزمز ار فيري دينجرس في المخ ممكن يعني ذا ركشر يعني دي شرايين المخ شرايين المخ دي ممكن تعمل انفجار. اوكي انت فاهماني انا بقول ايه. طيب ماشي ده بروسيجر عملناها بيوس اوف سي تي جايدنس في التومر في الكدني وبناخد حته منه عشان نبعتها عشان نبعتها تبثالجي نشوف ده كانسر ولا مش كانسر. يعني ده لو حصل يعني هنقول لكم هي قالت ايه ده تضخم في لما بيحصل تضخم في المخ فبيقدروا ان هم يعملوا النوع ده من الاشعه التداخليه التشخيصيه وبياخدوا عينه ويشوفوا ايه هل ده كانسر يعني هل ده يعني لا قدر الله يعني سرطان او لا. طيب انا عايز اعرف يا دكتوره نيلي يعني تواجدك في امريكا والابحاث دي واذا كان هناك في تقدم ما فكرتيش يبقى في اي فايده من التخصص ده او التقدم ده في مصر هنا يعني يستفيدوا منك في مصر هنا في اي مستشفى او كده حصل؟ طبعا طبعا بفكر فيها كتير. عندنا في المستشفى اللي انا بشتغل فيها برنامج كل 3 شهور بنجيب واحد دكتور من المكسيك يشتغل معانا لمدة 3 شهور ويتعلم مننا التكنولوجي بتاعتنا وكمان هو بيعلمنا بيعملوا ايه هناك. فانا بفكر ان ده ممكن يبقى حاجة كويسة نعملها مع الدكاترة هنا مع المصريين الدكاترة المصريين يسهل the exchange of ideas and new technology تبادل الافكار والتكنولوجيا طبعا فده حاجة بفكر فيها كتير وطبعا بفكر بعد ما اخلص residency انزل مصر كل سنة اشتغل هنا شهر او شهرين فطبعا ده حاجة بفكر فيها بفكر هعملها ازاي. اشتغلتي هنا في مصر يا دكتورة نيلي؟ عمري ما اشتغلت بس لما كنت في كلية الطب في اخر كلية الطب انا جيت قصر العيني 5 شهور وتدربت هناك بس عمري ما اشتغلت هنا. طيب هرجع واقول لك يعني انت طبعا وقت الثورة كنت في امريكا ولا للاسف لكن لما جيتي حسيتي في تغيير في اي حاجه؟ طبعا قولي ايه اللي شفتيه اتغير في مصر بعد الثوره؟ حسيت طبعا ان الناس يعني حاسين بفريدم حاسين يعني فانا حاسه ان يعني اول مره اشوف الباشن بتاع الشباب واشوف يعني الناس يعني عاملين يفكروا هي ويبيلد بلدهم ازاي وهيعملوا ايه يا رب نقدر نبنيها تاني ده حاجه يعني very very exciting تشوف الشباب كده يعني driven يعملوا التغيير اللي هم عايزين يشوفوها. طيب انت في امريكا كان يعني الامريكان بيبول يعني او الشعب الامريكي شايفين ايه؟ يعني في ايام الثوره كانوا شايفيننا ازاي؟ والله كانوا شايفين كانوا مبسوطين قوي ان الثوره ده كان so peaceful يعني this is the first time شافوا حاجة this peaceful فكانوا مبسوطين قوي ان الناس عملوا كده كان واحد في المستشفى عندي جاي وبارك لي you know كانوا مبسوطين جدا ف يعني تمام. يعني اليومين اللي حضرتك موجودة هنا في مصر يعني خططك ايه او يومك بيمشي ازاي؟ في هتروحي تزوري اماكن هتعملي ايه اليومين دول؟ انا رحت ميدان التحرير من كام يوم طوافي طبعا هناك طبعا ولسه راجعين من اسكندرية وان شاء الله لسه هسافر بعد اسبوع فما عنديش فكرة حامل ايه بس ناويين ننزل ميدان التحرير تاني ان شاء الله ان شاء الله. هل ممكن اسأل سؤال شخصي ولا؟ طبعا. طيب يعني انت مولوده في امريكا وعايشه في امريكا ايه حكايه الحجاب دي؟ مش انا مسلمه؟ طبعا اوكي خلاص ما انت مسلمه طبعا لكن انا بتكلم من يعني قد كده كان الاسره او البيت او يعني المناخ احتفظتي بمصريتك وبدينك وكده الكلام ده كله يعني
المجتمع ما اثرش عليكي هناك؟ ما ده السؤال الثاني اللي هسألوه. اللي حصل وانا صغيره ما كنتش يعني متدينه قوي، بس اهلي ما شاء الله عليهم متدينين، بس انا كل اصحابي ما كانوش مسلمين، ما كنتش عارف اي حاجه على الاسلام. كان كل سنه اهلي بياخدوني مؤتمر هناك، وكان لما كان عندي 14 سنه سهير البدري كانت موجوده، فهي عملت محاضره على الحجاب، وبعديها رحت سالتها اسئله، يعني انا ما كنتش عايز اروح المؤتمر، كنت عايز اقعد في في اللكشر اصلا. بس هي كلمتني، خدتني معها اوضه الفندق بتاعتها، وقعدنا ساعتين ثلاثه قعدنا نتكلم، ومش عارفه ايه اللي حصل، بس في وقتها حسيت خلاص يعني ده خلاص. طب انا شايف في دموع في عينيكي ليه؟ فكرتك بحاجه، بس والله ربنا يبارك لها الحاجة سهير البابلي، يعني قدرت تعمل تاثير. طيب دم في امريكا، انا عارف دي بلد حريات وكل